يعود بعد شهر من زيارته الأولى للمنطقة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، له قائمة دول ومسؤولين آخرين إلى قطر والسعودية والإمارات وكينيا. تعلن الخارجية الأمريكية زيارته إلى غاية السادس من الشهر الحالي. سيبحث مع كبار المسؤولين في تلك الدول سبل التعاون لدعم استقرار وازدهار القرن الإفريقي، أهم ركيزته المضطربة حاليا مسألة سد النهضة الإثيوبي. بات ذاك أمرا ملحا، ورئيس الوزراء الإثيوبي المنتظر منه التراجع عن الملأة الثانية للسد أو بالحد الأدنى التراضي مع دول المصب بعد إعلان ما يبغي المضي فيه، يفاجئ الجميع برسم مسارات سدود جديدة لن تمتلئ بمنأى عن نهر النيل. إنها 100 سد بين صغير وكبير ومتوسط في مناطق مختلفة من البلاد وفق قوله. تلك السبيل الوحيدة لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، يتحدى أبي أحمد. قد تكون تلك التصريحات سببا دافعا لجولة فيلتمان في المنطقة. كينيا جارة إثيوبيا، اللتان تجتمعان على ملفات كثيرة من بينها سد النهضة، لا تعارض مصر لكنها لا تملك القول الفصل في أزمة السد الحالية. قد يضغط عليها من باب الضرر الذي يمكن أن يصيبها إن تواجهت أديس أبابا ضد القاهرة والخرطوم على ضفاف النيل. الإمارات تبدو متحضرة على ضفاف البحر الأحمر لأكثر من مواجهة، ليس فقط في اليمن، فهي حليف لإثيوبيا في سد النهضة. موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي قال إن القاعدة التي تبنيها الإمارات في جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر قرب باب المندب هي مشروع عسكري، قاعدة للطائرات المروحية تحديدا، ستمكن الإمارات من التحكم بالممر البحري في المنطقة ومراقبة ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق باب المندب إلى قناة السويس. والمضيق لا يبعد عن إثيوبيا إن احتاجت لخدمات أبوظبي إلا 500 كيلومتر.